أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا الزمان يقول علماء الجيولوجيا بأنهم يعلمون وسيلة خاصة يصنعون بها سحابا في مكان خاص فيحدث من ذلك مطرا، لا لا، ما هم يصنعون سحاب، يعني ما يصنع إلا الله، لكن يقولون أنهم يقدرون على أنهم يتسببون في نزول المطر من السحاب إذا تكون، إذا تكون السحاب أنهم ينشرون عليه أشياء، مدري مواد كيماوية، وأنه ينزل المطر منه. الله أعلم، لو كان هذه طريقة ناجحة لنجحت في بلادهم. لماذا تصاب بما يسمونه الجفاف ويسمونه شح المياه وتموت مواشيهم؟ أرى ما ينزلون المطر إن كانوا صادقين. نعم.